شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. إذا شعرنا فريزي وعم بعذبنا تنملسه أو بدنا نعمل براشنج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء ومصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب 36 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55. إيزي برو 4-in-1 هي مكنسة وممسحة وشفاطة وبتعصر بنفس الوقت، ما بقى مضطرين نكنس وبعدين نمسح، ننشف الأرض أو الباركي. مع إيزي برو بتمريقة واحدة بتكنس وبتمسح الأرض، بتنشف وبهالبساطة والسهولة. إيزي برو بتشتغل على حيالة نوع بلاط، رخام، باركي أو فينيل. إيزي برو بتشيل كل الأوساخ والغبرة والماي وحيالة سائل بثواني قليلة. هالمكنة الهاي كواليتي مكفولة لمدة سنتين وبتحصلوا عليها ب 29 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح. الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بينظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. ممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة، بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب 36 دولار وللدوبل فيتراج ب 75 دولار، والأهم إنه مكفولة لخمس سنين. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم فري ديليفري. كلنا منعرف إنه كل أعصاب جسم الإنسان موصولين بالإجرين، وكلنا منحب نعمل فوت مساج. هالفوت مساجر مزودة بباك فينا نعبي مي إذا بدنا، كما فينا نعمل فوت مساج بلا مي، وفي حال بدنا مساج مع مي منقدر نخليها على حرارتها الطبيعية، وفيها الفوت مساجر تسخن المي كمان إذا حبينا، والباك كعب وكاوتشوك لحتى ما تصحت الإجر أبداً. نحنا ما قلنا إلا ندورها ونحط إجرينا فيها، كما إنه مزودة برولو متحرك لحتى نعمل مساج للأماكن يلي بدنا نعمل مساج بكتير دقة. فيها زر على الواحد بتعمل بس مساج، عالتنين بتسخن المي مع ويرل يعني بتفقفق، وعالتلاتة بتعملنا مساج مع ويرل بمي فاترة. رائعة بالشكل والأداء هالفوت مساجر، فيكن تحصلوا عليها ب 60 دولار بس، ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم فري ديليفري وين ما كنتوا بلبنان. قد ايه بنعطي الهم بس بدنا نقطع شيء، بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغله، والتقطيع بياخد معنا وقت والتنظيف كمان، بس مع كوب اكسبرس انحلت هالمشكله. كوب اكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقص لنا حيلا شغله بدنا اياها بثواني، بقص 10 مرات اسرع من الطريقه التقليديه، بقص الجزر، البصل، الخيار، الذره، بطاطا، جبنه، دجاج واللحمه. كوب اكسبرس مزود برسار لتسريع عملية القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا تنضبه من دون ما ياخد محل. فيكن تحصلوا على الواحد ب 24 دولار أو الاثنين ب 30 دولار بس. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. إجمالا مشكلة الوزن إلى حل، بس شي مرة فكرتوا بمشكلة الطول؟ مع سمارت تول رح أزيدوا طولكم بشكل كتير سهل ومريح. هالقطعة المصنوعة من مادة الرابر فيكن تحطوها بالشوز من جوا، وهي كفيلة بأنه تزيد لكم طولكم لحدود الخمسة سنتيمتر. سمارت تول ما بتسبب وجع، ما إلا أي عوارض جانبية بفضل المواد المريحة المصنوعة منها.
قطعة الرابر بتاخد شكل الإجر جوات الشوز، وهيك فيكن تتحركوا بالريحة من دون ما تزحطوا أو تتضايقوا بالمشي. مع سمارت تول صار فيكن تستغنوا عن أحذية الكعب العالية اللي بتتعب وبتوجع الظهر، وهيك فيكن تلبسوا حيالة شوز مريح وتحصلوا على الطول يلي بدكن ياه من سنتيمتر واحد لحدود 5 سنتيمتر. ما عليكن إلا أنه تحطوا قطعة من سمارت تول جوات الشوز، وهي كفيلة بأنه تدلكن طولكن وما تسبب لكم انزعاج. سمارت تول مصنوعة من مواد مريحة مثل ما قلت لكم، ما بتعرق الإجر يعني ما بتسبب انزعاج وجع أو حساسية، وبتضاين لفترة طويلة. $20 بس فيكن تحصلوا على سمارت تول، والعلبة بتتضمن 10 قطع وكل قطعة سنتيمتر واحد. تصدع بس سلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. إذا بدنا نعمل بوب كورن بطريقة صحية وسريعة، ما قلنا إلا هالماشين يلي بتعملنا كمية كبيرة من البوشار وبسرعة من دون ما نزيد لا زيت ولا زبدة. بوب كورن ماشين تشتغل على الكهرباء، يعني ما بقى بحاجة للغاز ولا لطنجرة تنعمل بوب كورن. خفيفة الوزن وفينا ننقلها من محل لمحل، وأكيد الأولاد رح ينبسطوا فيها كتير، وحتى فيهم يستعملوها هن بكل الأماكن. ما قلنا إلا نحط الحبوب هون وندورها خلال دقيقة أو دقيقتين وبنحصل على البوب كورن الصحي اللي بدنا إياه. هالبوب كورن ميكر فيكن تحصلوا عليها ب $42 بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا بس سلر على 01-44-55-55. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا بس سلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV. Thank you.